هاي، انا كنت كلمتكم قبل كده عن خط البيور بيرفيوم من براند برودي الاسباني البديله لبعض الهاي اند براند بيرفيومز. هم عاملين اوفر الايام دي بمناسبه ان خلاص بيصفوا الكولكشن اللي عندهم، ولسه هينزل كولكشن جديد بعد فتره. 40% خصم على البيرفيومز الحريمي، هم 6 بيرفيومز حجمهم كلهم 100 ملي، و50% خصم على البيرفيومز الرجالي وهم 3 بيرفيومز بس في الرجال. سعرهم كلهم قبل الخصم 1900 جنيه، بالنسبه للحريمي بعد الخصم هتبقى 1140 والرجالي هتبقى 950 جنيه. تركيز البرفيومز عندهم الاتقل من الاو دو بارفان اللي هي لو بارفان، فطبعا درجه الثبات قويه ونسبه التطابق عاليه من 97 ل 98%، ودي تعتبر نسبه عاليه، وبالنسبه لجوده الزيت عاليه جدا، هو بيور اويل. البرفيومز جايه من اسبانيا باكواد، يعني ما لهمش الاسامي الخاصه بالبراند، يعني مثلا كود 499 اللي هي برفيوم سكاندال جون بول جوتي. وهوصفها لكم بالمره، برفيوم سويتي العسل مع البرتقال الاحمر مع الكراميل والباتشولي، طبعا برفيوم دافيه مناسبه للايام دي وسامي كاجول. تاني برفيوم كوكو مادموزيل او دو بارفان شانيل فلورال باتشولي برفيوم، مناسبه لكل الفصول وشيك. تالت برفيوم تريزور ميد نايت روز من لانكوم فلورال سبايسي برفيوم، ورده الروز القويه مع الباتشولي والفلفل الوردي، وافتتاحيه البرفيوم بتبقى سويتي شويه من فاكهه التوت الاحمر المسكر، والبرفيوم سامي كاجول. رابع برفيوم حريمي بلاك اوركيد توم فورد برفيوم شيك مميزة ومناسبة للأيام اللي احنا فيها دي، هي سويتي جورمون وفيها ريحة من ثمرة نادرة مش بتستخدم كتير في البرفيومز اللي هي اسمها الترافل، ولازم تكونوا شمين المكون ده عشان تقدروا تتخيلوا ريحة البرفيوم. مهما وصفت لكم مزيج ما بين روايح ايه برضو مش هتتخيلوها، وهي زي ريحة المشروم بس ريحته نفاذة اكتر، يعني هي سي باسيون جورجو ارماني فروتي فلورال سبايسي برفيوم، التوت الاحمر مع الجريب فروت مع الكمثرى مع الاناناس، وورده الروز هنا قويه وواضحه، والسبايسي نوت هنا من الباتشولي والبينك بيبر، وتعتبر برفيوم كاجوال. اخر واحده سي انتنس سويتي دافيه للايام اللي احنا فيها دي، هي شوجري جوسي عنبر فريجرانس، النوت الجوسي هنا شربات التوت الاسود المسكر ممزوج مع العنبر، برفيوم تعتبر سامي كاجوال اللي هي برضو سامي فورمال. بالنسبة للرجالي هم بعتين لي بديل سوفاج ديور علشان عندهم اصدارات كتير لسه من البرفيوم دي، وفي اصدارات محدودة من توباكو فانيل توم فورد وافنتس كريد. بالنسبة لسوفاج هي اصلا فريش سبايسي برفيوم، انا هرشها بس عشان الروايح الرجالي ببقى مش حافظها قوي، البرجموت اللي هو نوع من انواع الليمون مع الفلفل الاسود، هي فريش سبايسي حمضي برفيوم، وكمان هي كاجوال برفيوم.